هذا المعلم الرمز الكبير الذي يبقى دائما في ذاكرتنا. ومرة أخرى أقول يعني تعجز الكلمات أن تفي حق لدور اللي يقوم به حقيقة ومسؤوليته في تنشئة الأجيال. احنا كنا ندين للمعلم، وأنا لحد الآن أنا كنت اليوم يعني جالس مع الإخوان بالتربية وأقول لهم أستذكر كل المعلمين اللي درسوا لي ولحد الآن، وأيضا أجل لهم كل احترام والتقدير لأن كان لهم فضل علينا حقيقة في تعليمنا وحتى جزء من تربيتنا. مرة أخرى أقول المعلم يحتاج دائما أن يكون له اهتمام خاص، ويمكن سمعنا السيد المحافظ بعض الدول يمكن المعلم إلى مكانة حتى في موضوع الرواتب والاهتمام. نتمنى أن يكون المعلم دائما إلى مكانة خاصة في أن ينال حقوقه الكاملة اللي يستحقها حتى يقدر يقوم بواجباته اللي هي حقيقة مهمة ولها تأثير، والمجتمعات تبنى حقيقة بالتربية والتعليم، وهذه مسؤولية حقيقة كبيرة تقع على عاتق المعلمين. وبالتأكيد أيضا نقول لإخواننا المعلمين أنتم تحملون حقيقة مسؤولية، وكل أبنائنا وبناتنا هم حقيقة أمانة في أعناقهم، وأنتم أكيد أهل هذه المسؤولية. مرة أخرى تمنياتنا لكل المعلمين في بلدنا العزيز بالنجاح والتوفيق.